يعني هو يعني هو جائز زميلي محمد، هو جائز ان احنا نقول استغاثة او نداء لمحافظ القاهرة السيد عاطف عبد الحميد، نقول له انت ما نزلتش البساتين خالص ليه؟ ما تنزل البساتين وتشوف المناظر اللي احنا عارضينها دي. لو البساتين ما تستاهلش ان هو ينزل، هينزل فين؟ لما احنا في قلب القاهرة والناس عايشة جوه شققها فيها مية، جوه شققها وهو ما عندوش مكان يروح، الناس لغت الدور الارضي عشان الصرف الصحي. عشان الصرف الصحي احنا بس بنروح. بس استاذن سعادتك اتفضل يا ساتر، بلاش ينزل البساتين. يعمل عدالة توزيع زي ما بيدي الحي الفلاني يدي البساتين. واحنا البساتين ان شاء الله كويسة وكويسة جدا. وبناسها برضو طبعا معانا ويساعدونا، لان في ناس عامله تعديات كتيره، اشغالات في الشوارع. ما هي دي دور الدوله انها تمنع المخالفات والإزالات. لا هو على فكره بيحصل بيحصل ويجي يعمل ازاله للسوق ويمشي، بعد ما بيمشي بربع ساعه بيرجع تاني. انما لو انا جاره وبقول له لا يا عم انت ما تحطش ونساعد بعضنا بقى، يعني ما هو لازم يبقى المواطن يساعد مع الدوله دلوقتي في الوقت الحالي ده. طيب معانا المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي البساتين، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مدبي، مساء الخير على سيادتك وعلى احمد بيه الجزار وعلى الاستاذ محمد نبيل وعلى الضيوف الكرام. اهلا وسهلا يا فندم، ممكن حضرتك توطي التلفزيون بعد اذن سيادتك؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. باشمهندس حضرتك رئيس حي البساتين، وعندنا شكاوى كثيره جدا من حي البساتين، ونزلنا صورنا زي ما حضرتك متابع المشاهد، مش عارف حضرتك شايف الفيديوهات او التقرير اللي بنعرضها. سامعني يا فندم؟ الصوت بس بطل شويه يا مدبي. طيب انا هعلي صوتي. المجاري والصرف الصحي اللي طافح في البيوت والقمامه. مجدي بيه انا كان يسعدني الاول ان انا اكون مع سيادتك في الحلقه، بس حصلت ظروف وانا لو كنت اعرف كنت انا بحب المواجهه عامه يعني. قالوا لي ان حضرتك اعتذرت يا فندم وانا مقدر هذا الاعتذار. انا هو احمد جيت جزار عارف ان انا عندي ظروف، لكن انا لو كنت اعرف ان مع حضرتك المجموعه دي كنت حضرت حتى لو عندي اي ظروف. انا بحب المواجهه في اي شيء واحمد ده عارف كده كويس. حضرتك نتكلم على موضوعات واحده واحده. منطقه الكلحه اللي حضرتك اتكلمتنا عليها، المنطقه الاولانيه ديت، انا مسكت 27/5/2015 الحي. اول ما نزلت منطقه الكلحه، يمكن اول رئيس حي يخش منطقه الكلحه دي بدل المره 10، واخر مره يمكن من شهر على ايد احمد بيه الجزار. شلنا كل القمامه اللي موجوده فيها وانا بتابعها بصفه مستمره. منطقه الكلحه منطقه منخفضه عن منطقه البساتين العمومي بحوالي 2-3 متر، فكل دي مياه جوفيه من قديم الزمن مش من دلوقتي. احنا بعتنا لجهاز التنفيذ للصرف الصحي اول ما مسكت البساتين، واحمد بيه مسك تولى نائب عن منطقه البساتين، كتبنا جواب لهيئه الصرف الصحي. كان في مشروع الجهاز التنفيذي للصرف الصحي المفروض يعمله، بعتنا له قالوا ان دي مياه جوفيه، حاطين البداله دي بقى لهم مده عشان تخفض منسوب المياه الجوفيه. ويمكن اخر اقتراحته انا واحمد بيه ان احنا نعمل اعاده تخطيط للمنطقه دي كلها، لان العمر الافتراضي بتاعها انتهى، ونقدم اعاده تخطيطها من اول وجديد كمساكن جديده، لان مش هيبدي فيها التصفيح. المنطقه كلها متشعبه بالميه، كل البيوت كلها الميه ضربت فيها. من الكلام ده بقى له 10 او 15 او 20 سنه قبل ما احنا نتولى هذه الموضوعات. رغم هذا منطقه الكلحه بصفه يوميه المتعهدين بيخشوا فيها، انا بنفسي بخش بيها. من شهر كده بعت اللودر بتاعي والعربيات شالت كل الحاجات اللي موجوده جوه. اي مساهمه في هذه المنطقه بقدمها كل يوم يوميا. انت احمد دي عايز كده. بس مهندس هو بصراحه كده، هو ما فيش ميزانيه لحل المشاكل دي، سواء صرف صحي ادخال صرف. حضرتك ده جهاز الميه ديت جهاز التنفيذي للصرف الصحي، انت عارف الصرف الصحي الحي مالوش فيه. احنا بنبعت لوزاره الاسكان، وزاره الاسكان بتبعت للجهاز التنفيذي للصرف الصحي، هو اللي بيدرس هذه المشروعات. وكانت مسندا للمقاولين العرب، وتوقفت عشان منسوب الميه وكميه الميه اللي موجوده فيها كميه كبيره. الارض كلها منسوب الميه فيها بكميه كبيره جدا. فالجهاز التنفيذي لحد دلوقتي بيشوف حل لهذه الموضوع. انا احمد بيه كلمني على سنه واحده عند سيادتك، قلنا له احمد بيه احنا نقدم مطالبه لسياده المحافظ انا وسيادتك بإعادة إحلال هذه المنطقة من أول وجديد، وبناءها من أول وجديد، أحسن من المصاريف كلها اللي هتدفع في هذه المنطقة. الناس دي كلها من حقها تسكن في شقق كويسة،
فاحنا مش عشان نرمم ونصرف هنصرف اكتر من ثمن العمار. طيب الافضل ان احنا نعيد تخطيط هذه المنطقه من اول وجديد. طب باشمهندس، الست المشاهد معالي المواطنه اللي كانت في مداخله من لحظات قالت انه الورش اللي هناك بتاع صقر قريش عامله مشاكل كتير جدا، بتشتغل لوقت متاخر جدا، الاشتراطات الصحيه فيها مش موجوده اساسا، بتضر الناس وازعاج دائم، وبالاضافه طبعا مخدرات والبلطجيه اللي موجوده اللي موجودين في المنطقه. مد بيه اولا طبعا انا مش هخبي اي حاجه. منطقه البساتين فيها منطقتين، شرق الاستيراد وغرب الاستيراد، منطقه اسمها منطقه التلدي. المنطقه دي كلها كل الورش الثقيله والمعدات الثقيله والتريلات بتصلح في هذه المنطقه، برضه تراكم سنين مش دلوقتي. المنطقه دي من سنين منطقه الورش دي تشعبت فيها بطريقه غير طبيعيه. المنطقه الثانيه منطقه غرب الاستيراد، وهي فيها منطقه كل التوكيلات اللي موجوده للعربيات. منذ توليه هذا الموضوع خدناه من ايام اللواء سيد نصر والدكتوره جيهان، دخلنا منطقه الكندي دي عملنا فيها حملات كثيره جدا ويوميا بننزل فيها، واخر مره فاتحين شارع من الاستيراد لحد الدائري شايلين فيه كميه عربيات كبيره جدا من التريلات اللي موجوده، واحنا زي لنا مشروع صرف صحي اجل افتتاح الشارع، لكن احنا عملنا للسياده المحافظ كان ساعتها اللي هو سيد نصر، كتبنا ان احنا ننقل الورش دي وحددوا منطقه حرفيه لنقل الورش، مش دي بس، في منطقه غرب الاستيراد ومنطقه شرق الاستيراد، لان كميه توكيلات كبيره جدا. فاحنا لما بنيجي نقفل كل الورش دي الناس بتطلع علينا تقول طب احنا ناكل عيش منين؟ طب احنا نروح فين؟ طب الناس دي تفتح بيوتها منين؟ فكلمت السيده النائبه مشكورا، قالت ان احنا هننسق مع السيد المحافظ وناخد قطعه ارض ننقل فيها منطقه شرق الاستيراد ومنطقه غرب الاستيراد على اساس ان احنا نريح السكان من هذه المنطقه. ثاني حاجه، المنطقه دي منطقه تأسين صقر قريش، منطقه كلها مشاكل. منطقه صقر قريش دي اصلا مع الجمعيه منطقه كلها مشاكل، عماير واقفه من سنين، اراضي واقفه من سنين، عدم دخول المرافق مديونيه للمحافظه، كل دي تراكمات سنين فاضيه، والجمعيه مش عايزه تحل مع المحافظه المشاكل بتاعتها. طبعا المواطن هو الضحيه بيني وما بين المحافظه. هو يا فندم، هو حضرتك رئيس حي ما طلبتش من محافظ القاهره سيد عاطف عبد الحميد ان هو يزور البساتين ولا مره؟ حضرتك المهندس عاطف السيد الوزير محافظ القاهره زار البساتين، كان جاي من منطقه الكردي على اساس كان بيشوف منطقه لنقل سوق التونسي فيها، وعد. انا بقول لحضرتك يا دكتور واسال لا ما زارهاش احمد بيك جزار، ان هي المره دي المرة هي المره بس ما دخلش البساتين من جوه اللي هو ما عرفتوش بيها هي دي. انا ما يعني كان بيمر، لا هو كان جاي الموضوع معين، تمام موضوع معين بس ما دخلش الكلحه. لا ما دخلش علشان سوق التونسي ولا بس عشان سوق، كانت زياره عشان سوق، قصدي زياره تفقديه لكل المشاكل يا باشمهندس. لا طبعا، ما السيادة المحافظ ما عنده القاهره كلها مش البساتين بس يعني. ايوه بس اللي على الوش ده بيتنظف وبيتعمل. حضرتك زرنا ثلاث مرات في البساتين، مره مجدي بيه، اديني فرصه اتكلم بس. هو حضرتك السيادة المحافظ زارنا في منطقه مره، كان جاي بيزور الارض الخاصه بالسوق التونسي، وعدى من شارع الكردي ودخل البساتين العمومي، وخرج من البساتين العمومي على منطقه الجزائر، ومن الجزائر على النصر، ومن النصر على الاستيراد، وزار الهيئه العامه الجراج الهيئه على الاستيراد. دي الزياره الاولانيه اللي حضرها سياده الوزير. ثاني زياره كان الدعم بتاع العربيات التموين اللي كانت موجوده، وكانت في منطقه صقر قريش. لكن طبعا اي مشاكل، انا طبعا انا احمد جدني هرد على طول على سياده المحافظ. سياده النائب بيقول هي زياره واحده اللي كان مر فيها جاي ليها. الزياره بتاعت المواد التموينيه دي في صقر قريش. لكن انا بتكلم على المشاكل بتاعه المجاري والقمامه والجبال. انا زي ما قلت لحضرتك، عند حضرتك احنا اتكلمنا في منطقه الكلحه، عند حضرتك منطقه ال 40 سلال الزباله ديت، انا مش هقول لحضرتك مشكورا او انا بتكلم عن نفسي، انا اول رئيس حي يخش منطقه ال 40 دي. كل يوم من اول تولي من اول منذ توليتي الحي ده، كل يوم يوميا بخش منطقه ال 40. طب وجبال الراتش يا سياده المهندس؟ جبال الراتش دي هي دي بتاعت ال 40. جبال الراتش دي بقالها اكتر من 20 سنه، وانا الوحيد اللي دخلت شلت جوه، ويوميا بشيل من اربعه لخمس عربيات في المنطقه دي ما بين زباله. يا مجد بيه بعد اذن حضرتك، زي ما هم بيقولوا الشكاوي، انا يا ريت المواطنين برضو ما ترميش. انا كل يوم عندي لو شلت 10 عربيات بلاقي 30 نقله مرميه.
في المنطقه دي. المنطقه دي بقى لها 10 سنين بهذه الجزئيه. انا فتحت شارع كان من شارع نور الدين لحد جوه عشان الميكروباصات تعدي. طيب بصراحه كده اكثر من 30 نقله من هذه المنطقه. طب بصراحه كده يا باشمهندس، هو احنا لو نزلنا البساتين تاني امتى نلاقي بعض المشاكل دي اتحلت؟ يتوفر لي كل مجد بيه. كل النقط اللي حضرتك بتقول عليها دي، انا مش بقول لك حاجه. البساتين منطقه كبيره وكلها مشاكل، بس برضو انا ليا امكانيات زي ما قال احمد بيه ان في ميزانيه بتجيلي انا بشتغل بيها. انا عندي مجموعه عربيات بعتنا للسيادة المحافظ لدعم ازاله هذه الجبال التراب، ووعدنا مع الدكتوره جيهان ان هي تدينا دعم من المنطقه الضريبيه ومن الهيئه العامه للنظافه للقضاء على الظاهره دي اللي بقى لها 20 سنه موجوده في الشارع ال40. بس انا يوميا بخش اشيل ما بين 3 و4 و5 عربيات زباله، وليس تراب كمان، زباله. كل العربيات اللي بتترمي بتترمي في هذا المكان، مش هنا بس، انا عندي اكثر من 25 مناوله زي دي كده، 25 مناوله زي دي كده، بنرفع منها كل يوم زباله. زباله ورطش وتراكمات كل يوم بهذه المشكله. ويمكن الساده اللي قاعدين حوالين سيادتك عارفين هذه المشكله. على الاوتوستراد نفسه بيترمي لنا كل يوم بدل النقله 20 نقله. طيب طراح. طيب معايا الاستاذ ايمن خليل موجود معايا اهوت من سكان البساتين، عايز يتكلم مع حضرتك. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم باشمهندس. باشمهندس الرطش اللي كنت حضرتك بتشيله ده، الكلام ده كان من 3 اشهر بالظبط، كان بيتشال. طيب كان بيتشال من 3 اشهر مش كل يوم. كان من 3 اشهر. لا انا بقول على الزباله يوميا، بقول على الزباله يوميا. الرطش من 3 شهور. اما بقول الزباله يوميا يوميا يوميا. لكن الجبل ده انت حضرتك كنت شغال فيه من 3 اشهر وبعد كده انقطعت خالص حضرتك. ماشي، ما انا احمد جدا بالظبط. ماشي، ما انا عارف. استاذ سامح هو اللي كان قايل الموضوع ده، متابعه جامد قوي. استاذ سامح اللي كان قايل الموضوع. وبالرغم من كده ما بنقضيش عليه. لا ما بنقضيش عليه. ما نقدرش نقضي عليه. وعربي بسبب حضرتك، بسبب العربات بتاعت حضرتك اللي دخلت جوه دمرت الشارع في الصرف السياحي، كسرت مواسير ومفيش حد جه عالج المواسير دي. انا اختصر لحضرتك يا مجدي بيه الموضوع ده اكبر. اختصر للمشاهدين انت مش ليا. اكبر من حي البساتين، اكبر من امكانيات حي البساتين. امكانيات حي البساتين دي حقيقه، دي حقيقه. اكبر من امكانيات، اكبر من امكانيات حي البساتين كمعدات واليات. هو كان بيجي جرار واحد وعربيتين، جرار واحد وعربيتين. والباقي كان بيتلم من اهل الشارع. طلبت من المحافظه امكانيات زياده يا باشمهندس؟ طلبنا من المحافظه، وطلبنا طبعا انت عارف امكانيات المحافظه، واحمد بيه كان معانا، وطلبنا من الدكتور شهان. اديتنا اول دفعه من 3 اشهر زي ما هو قال كده المواطن مع سيادتك، اشتغلنا فيها. لكن احنا لو اشتغلنا في مكان واحد المعدات بتاعت الاحياء كلها هتقف، دي كميه كبيره جدا. فبعتنا للدكتوره جهان ان تخلي الهيئه العامه للنظافه ترفع الكلام ده مع اول مسؤول عن الرفع في هذه في الشارع ده بالذات، شارع ال40. حضرتك قدامك جهاز تلفزيون يا فندم. انا قدام سيادتك وشايفك يا مجدي بيه. طيب ممكن تخليك معانا كده نشوف تقرير مع بعض ونكمل كلامنا عن الورش يا جماعه ولا الشقة التعبان؟ لا شقة التعبان حي المعادي. حي المعادي. ويخصني برضه في الكلام عشان شغلي. شقة التعبان مش تبعك يا باشمهندس. حي التعبان تبع حي تورا يا مجدي بيه، منطقة المعراج. ناخد جزئية جزئية كده. منطقة المعراج اللي اتكلم عليها سيادة المواطن مع سيادتك. طب ما انا معايا المواطن المهندس صالح عايز يكلمك في المعراج. ازيك يا عادل بيه؟ اتفضل يا مجدي. احنا كنا بنتعاون مع حضرتك لما كنت في مكتب نائب المحافظ، بنشكر حضرتك يعني. كنا احنا بنشفق طبعا على حضرتك، ولذلك كنا احنا بنتكلم في انشاء حي جديد يشمل المناطق الجديده من بعد الكندي وانت طالع بقى لغايه بيتشو. وكان قبل كده اللي كان انا ذات نفسي طلبت حضرتك من بعد الثوره على طول تقدمت المحافظه بفصل الاحياء وعشان ننشا حي اسمه حي زهراء المعادي. تمام. والمحافظه مشيت في هذه الجزئيه، وبعدين جت الناس اتغيرت زي ما انت بتقول الورق بيقف. لكن انا من مصلحتي ان يتنشئ حي جديد من اول الاتصالات. دكتوره جيهان بتقول ما تعرفش اي معلومات عن الموضوع ده. لا حضرتك، لا ما فيش حاجه اسمها ما اعرفش. هي اللي بتقول دلوقتي كانت المحافظه كانت هتنشئ حيين جداد، حي اسمه زهراء المعادي ومكانه في مدخل المعراج ومدخل المعراج، والحي الثاني كان برضه في حلوان، منطقه عين حلوان. لكن انت عارف برضه ان دي تتوالى الاحداث وتتوالى المسؤوليات والكلام ده. لكن اخر مره تقدمنا للواء سيد نصر الطلب عشان نفس الحي
زهراء المعادي من اول الاستيراد ياخد الكندي وياخد المعادي العلوي والسفلي وياخد زهراء المعادي وياخد بيتش وياخد بدري يمشي كده لحد نزله العين السخنه ده يبقى حي لوحده وينفصل عن حي البساتين خالص. وده مجال دراسه دلوقتي في التخطيط عشان تنشي دي طبعا لازم نعمل اسم الاول. اي حي بتنشي لازم يتنشي اسم ليه الاول. فاحنا دلوقتي بننشي اسم زهراء المعادي بالتنسيق مع اسم البساتين عشان نبدا بعد كده في فصل الاحياء. اشكرك جدا باشمهندس عادل. إيه؟ لسه اسئله علشان عندي تقرير مهم. اشكرك جدا.